طيب وزير الشباب ووزير الشباب والرياضه وسفير فرنسا يحضران ختام منافسات كاس العالم لسلاح الشيش. زي ما قلت لحضراتكم برضو الالعاب دي منها السلاح كان بينظم بطولات كثيره الفتره اللي فاتت ومنها العرض مصر عشان ناخد اكبر حصه لينا في باريس 2024. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والسفير اريك شوفاليه سفير فرنسا في مصر حضروا ختام منافسات بطوله كاس العالم للسلاح واللي اتلعبت على مجمع الصالات الدولي في فتره 22 ل 25 فبراير اللي احنا فيه. دي طبعا لقطات حاجه عظمه كانت تحس ان يعني حاجه يعني لصاله واحد دي حاجه جميله جدا. دكتور اشرف صبحي كان حريص على الشد على ايد لاعبتنا وتحفيزهم على بذل اقصى مجهود وتحقيق نتيجه طيبه وده كان نتيجه ضمان فرق السلاح الشيش ورجال وسيدات صعودهم للاولمبيات اللي جايه. الف مليون مبروك. وبعدين قال قابل سفير فرنسا كابتن عبد المنعم الحسين رئيس الاتحاد ومعاه المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث والامين العام للجنه الاولمبيه ومعاهم كابتن احمد سمير الميداني مدير البطوله وعضو مجلس اداره الاتحاد واعضاء مجلس الاداره طارق الحسيني نائب الرئيس والاتحاد واحمد نبيل وميرفت حسنين واماني البحيري وامنيه حسين. البطوله شارك فيها 396 لاعبا ولاعبه بيمثلوا 52 دوله. طيب كاميرا الابطال كانت موجوده هناك هتفرج على التقرير ده مع حضراتكم عن بطوله العالم كاس العالم للسلاح وبعد كده هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هرجع استقبل ضيوفي في السباحه التوقعيه فريق 19 سنه بالنادي الاهلي واللي استطاع ان يفوز بالكاس العام لبطوله الجمهوريه. هنشوف التقرير والفاصل وهرجع لحضراتكم تاني. البطولة آخر البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس وبالتالي هي بطولة قوية جدا وبيحضرها كل الأبطال بيتنافسوا لحجز بطاقة التأهل لأولمبياد باريس. حضر ما يقرب من 496 لاعب ولاعبة بيمثلوا 52 دولة بالإضافة لمصر الدولة المضيفة. دي البطولة السابعة اللي بينظمها الاتحاد المصري للسلاح البطولة الدولية السابعة وبالتالي أصبح عندنا من الخبرات الكافية إن احنا نقدر ننظم بطولة بتحظى باهتمام وبالإشادة من المجتمع الدولي كله. الأوبزرفر أو المراقب الاتحاد الدولي قال إن دي أفضل بطولة من حيث التنظيم. من فترة كنا بنقيم بطولة العالم رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية قالوا إن هي البطولة الأعظم على مر التاريخ. فالحمد لله إحنا دلوقتي جاهزين لاستضافة أي محافل دولية وكمان بننال إشادة واسعة وما عندناش أي ملاحظات ولا مشاكل. طبعا هي البطولة دي تعتبر يعني البطولة اللي قبل الأخيرة في بطولات التأهيل لأولمبياد باريس. فالنهارده يعني لو لاحظتي هتلاقي في ناس كتير جدا اتأهلت وفي ناس طلعت بره السباق خالص. فالبطوله دي كان يعني كتجهيز وايز طبعا يعني احنا خدنا البطوله دي من الصاله دي خدناها من اتحاد الجمباز قبليها بيوم بذل مجهود كبير جدا عشان تطلع بالشكل ده عشان خاطر يبقى عندنا ثلاث صالات احنا لاعبين على ثلاث صالات صاله واحد واثنين وثلاثه عشان تطلع بالمنظر ده عشان خاطر تستوعب الاعداد اللي موجوده عندنا. احنا عندنا في الولاد 230 لاعب وفي البنات 173 لاعبه بيمثلوا 52 دوله. فطبعا عشان تطلع بالمنظر ده ودي زي ما قلت لك بطوله مهمه جدا قبل الاولمبيكس لازم طبعا تتنظم بشكل مختلف. النهارده يوم صعب قوي طبعا في مفاجات منتخبات كبيره زي منتخب هونج كونج ما تاهلش ومنتخبات من اوروبا ما تاهلتش في البنات منتخب زي منتخب المانيا ما تاهلش والحمد لله ده في اليوم ده احنا كمان بنامن تاهلنا واحنا كنا يعني الحمد لله فارقين بشكل كبير بس النهارده يعتبر بشكل رسمي. النهارده كانت عوده ليا مع شويه اصابات انما الحمد لله غير كده كان برده مشاركه كويسه الحمد لله خلصنا في المركز السابع والمباراة كانت قريبة في أول ثمانية من الفترة دي إن شاء الله لحد الأولمبياد بإذن الله نعمل تجهيزات كويسة وتحضيرات بدل نتكلمنا بعد البطولة عن النقط اللي احنا محتاجين نشتغل عليها. الحمد لله النهاردة برضو سيادة الوزير شرفنا بزيارته وكل أعضاء مجلس إدارة في دعم كبير لفريق الشيش
وان شاء الله يا رب نحقق الميداليه يا رب. انا الحمد لله في الفردي حققت عملت باستين رئيسي، بس دي بالنسبه لي حاجه كويسه. السنه اللي فاتت كنت خسرت من البولات، بس فدي خطوه كويسه. وفي الفرق طبعا دخلنا دور الثمانيه، وده انجاز كبير لاي فرقه، بس فان شاء الله نكمل كده في دور الثمانيه وخامس، وندخل ان شاء الله في الاولمبياد نجيب ميداليه ان شاء الله. طبعا ان هي البطوله دي اخر بطوله للتاهيل، اخر كاس عالم للتاهيل، دي حاجه كبيره جدا، وكل البلاد جايه بطوله بس، وحاجه كويسه جدا. 52 دوله، وكل دوله ليها الستايل السلاح بتاعها المختلف، فانك تقدر تلعب مع كل دوله، دي حاجه كويسه جدا.